وانا لسه ببتدي يعني من اول وجديد. وفي في خلينا نتفق ان مش ده كله معظم متعلم. اللي دخلش في الحياه دي كانوا اسماء كبيره جدا في الناجحين في الثانويه العامه وفي اوائل الثانويه العامه فعلا. يعني كانوا في تصريحاتهم بيقولوا لا ما ليش موبايل، لا ما ليش في الفيسبوك. مش عيب، سبحان الله. كمان انه ازاي بعيد جدا عن التطور اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو يعني ليه برضو تاثير اكيد ايجابي ومعرفه وتنوع في الثقافات، ان هو قدر يلاقي وقت برضه يذاكر يشوف حياته يعني. وكان سبب، كان سبب في النجاح بالتاكيد، كان سبب كبير جدا. وبعدين دايما الناجح ما بيكونش محتاج وسائل تقدر تشتته. احنا بس هو هنا بقى ممكن يحصل له مشكله، لانه ده هيكبر ويدخل في مجال عمل وهيلاقي ان هو كان بعيد. دي حقيقه. ولكن يعني خلينا دايما نتفق ان الوسطيه هي افضل شيء ممكن اي حد يتعامل بيه. ولكن خلينا اقول لك هم ليه نجحوا بقول ليه من اوائل الثانويه العامه. وادي لحضرتك مثال بسيط جدا. اليوتيوب، لما باجي افتح موبايلي وادخل على اليوتيوب، باجي ادور على فيديو معين عايز اتفرج عليه. طيب اوكي، انا خلصت الفيديو ده، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بلاقي اقتراحات. ممكن الاقتراحات اللي في الجنب دي اصلا ملهاش علاقه بالتوبيك اللي انا داخل ادور عليه. فاذا حته التشتت ده اللي بيحصل للطلبه الصغيرين او الاطفال بشكل عام. حته التشتت دايما هو داخل يدور على حاجه، الانترنت اداله حاجه ثانيه، بدات تحرف اتجاهه بشكل كبير جدا صوب حاجه تانية ممكن تكون ليها ضرر عليه، او حتى ممكن تكون حاجه ترفيهيه وهو داخل يدور على مادة علمية. عارفه تكسب بافكارها وباستثمارها وتوظيفها للحاله اللي احنا بنتكلم عليها دي، التطور التكنولوجي السريع ده، تكسب شغل من خلال اليوتيوب كويس يعني ومفيد وحقق ربح. هو اللي حصل انه حقق ربح، هي فكره جات له. في ناس عامله شركات من افكار ولادهم، وطبعا احيانا بتبقى بمتابعه طبعا من الاسره، ونظموا المساله وبقى عنده يعني وظيفه بسبب انه هو عرف يستثمر التكنولوجي. دي حقيقه. وهاكد على حضرتك بكلام حاجه حصلت فعلا حقيقيه متواجده، ان احنا عندنا، احنا من شويه اتكلمنا طبعا على الجانب السلبي باثاره بكل حاجه وحشه ليه، نتكلم بقى على الجانب الايجابي. طبعا موضوع الانترنت ده ممكن يخلي الواحد ملك في البيت عنده ماديا، يعني من الناحيه الماديه، انطلاقا من ان هو بيعمل حاجات بسيطه جدا يوميا بيشرف عليها بيتابعها زي اليوتيوب. ممكن اي حد يبقى بلوجر، ممكن اي حد يبقى يوتيوبرز، ممكن يصور فيديوهات ويبتدي الناس تشوفه تتكلم معاه تعرفه تجيله فولورز سبسكرايبرز لايكس، خلاص الدنيا عدت في مرحله الربح من اليوتيوب. في ناس ثانيه، خليني اقول لك المثل ده مغربي، الاكزامبل اللي احنا بنذكره ده مغربي، والشخص ده بقى مليونير انطلاقا من حاجه بسيطه جدا. في مواقع من ضمن المواقع اللي هي بتاعت الكورسز، الكورسات يعني، كان واحد دخل كتب طريقه عمل التارجت وعمل لها كورس. التارجت المغربي، والكلام ده انا شفته قدامي. عمل الكورس ده كان بكام؟ عمله بحوالي 39 ل 40 دولار وباعه على الويب سايت. عايز اقول لحضرتك ان جاله اكتر من 10,000 عمليه شراء. 10,000 عملية شراء، والكلام ده موجود طبعا في 49 او 39 او 40 دولار، بقى معاه مبلغ كبير جدا. وقدر انطلاقا من فكرة بسيطة جدا في تشغيل الدماغ على الانترنت ان هو يكون مليونير. فهي دايما موضوع تشغيل الدماغ، احنا دايما نقول لاولادنا ابتدي اتعلم، خد الحاجة الايجابية وابني عليها. دلوقتي بقينا نشوف اطفال كتير جدا وسن 10 سنين و 12 سنة مبرمجين. بقى في ناس بتعمل العاب الكترونيه، في ناس بتصمم جرافيكس. عايز اقول لك ان في العاب كتير جدا جدا مشهوره بدون ذكر اسامي طبعا، شارك فيها ناس لسه تين ايجرز متعلمين، ولكن عندهم الابيليتيز. في هاكرز موجودين دوليين معروفين منهم ناس تين ايجرز. فموضوع مش مرتبط بسن، مش مرتبط ممكن مثلا بحدود معينه، ولكن هي الفكره في الانطلاق بتاع العقل بتاعي. طيب ده التأثير الايجابي او الاستثمار الايجابي.